السلام عليكم. في الفيديو تاع اليوم نكمل المراجعه الشامله سنه ثالثه ثانوي حول النص التاريخي، ونزيدو ثاني ندخلو معنا بروميير اني دوزيام اني باش يتبعو معنا لا غرامير. دونك شوفوا معايا، قلت لكم لا ديرنيير فوا لا فيديو تاع النوميناليزاسيون خليها لكم في لا ديسكريبسيون، خليتها لكم في لا ديسكريبسيون، وان شاء الله تكونوا شفتوها بويسك هذيك هي اللي فيها الشرح المفصل. ما كاش شرح، شرحتو اجمل من هذاك الشرح في حياتي هكذا. يتسمى اليوم واش راح نديرو، نفكركم فيها برك، تذكير فقط، هذا ما كان. تسمى اذا مازال ما شفتوش لا فيديو هذيك نخليها لكم في لا ديسكريبسيون، زيدوا شوفوها. بس قلت لكم فيديو هايله، لا فيديو بزاف هايله. دونك تبعوا معايا لا نوميناليزاسيون، نعطيكم برك تذكير تاعها برك. لا كاسيون فاش تجي في الباك ولا في ديفوار ولا ليكزامان بروميير اني دوزيام اني تيرمينال، يقول لك غير كريفي سيت فراز à la forme d'une phrase nominale. واش يدير لك هو؟ هو يعطيك كلمه، نو باردون، يعطيك جمله. نقدر الجمله هذه تكون اون فراز فيربال، تكون جمله فعليه. الجمله الفعليه بماذا تتميز؟ تتميز ب سوجي ان فيرب ان كومبليمون، نقدر الفاعل، الفعل والمفعول به. يقول لك حولها لي الجمله اسميه. انت واش دير؟ تبعوا معايا هنايا واش ديروا. في لا فراس فيربال عندنا لو سوجي بلس لو فيرب بلس لو كومبليمون. حنا باش نحولوا لا فراس نومينال نديروا تغييرات. عندك لو فيرب تحولوا لان نون داكسيون هكا، ومن بعد تزيد دو، ومن بعد الكومبليمون كيما راه تفتو تحطوه هنايا، ومن بعد زيد بار، ومن بعد لو سوجي كيف كيما راه تحطوه هنايا. يعني التحويل وين راه؟ راهو في لو نون، راهو في الفيرب باش تحولوا ان نون. دونك طريقه التحويل درسوا مشروع نحطو لكم في لا ديسكريبسيون. لا ترانسفورماسيون ثابته دائما هكذا. نروحو دوكا لا فوا اكتيف و لا فوا باسيف. لا فوا اكتيف واش يكون فيها؟ يكون فيها لو سوجي بلس لو فيرب بلس لو سي او دي. حنا باش نحولو كيف طريقه سهله، ترفد السي او دي تحطو هو الاول، و لو سوجي تحطو هو الاخر. قبل لو سوجي حزيت باغ، والتحويل واش وين راح يكون؟ راح يكون للفعل. دوكا في بلاصه الفعل واش دير؟ دير فيرب اتر، تصرفوا في الزمن الذي يصرف فيه فعل لا فوا اكتيف. زعما هذا الفيرب مصرف البريزون، اتري تصرف البريزون. الفيرب مصرف لامبارفي، اتري تصرف لامبارفي اكسيتيرا. و بارتيسيپ باسي، زيد بارتيسيپ باسي تاع هذا الفعل. نديرو اكزومبل، عندنا لو بروفيسور اكسبليك لا لوسون. دونك واش كنا نديرو؟ هذا لو سوجي، هذا لو فيرب، هذا سي او دي. واش نديرو؟ سي او دي نجيبوه هو الاول، هاي اللي كنا نكتبو. راح نديرو كيما درنا في الدرس، سي او دي نجيبوه هو الاول، هاي اللي كنا نكتبو لا لوسون. وعندنا لو سوجي ندوه هو الاخر، دوه كامل للطرف، هاي لك لو بروفيسور. وقبل لو سوجي نزيدو باغ. ودوكا وين راح تكون الترانسفورماسيون تاع الصح؟ راح تكون في لو فيرب اكسبليكي. لو فيرب هنايا اكسبليك، واش من زمن نصرف فيه؟ لو بريزون. وحنا واش قلنا؟ اتر. واش من زمن نصرفوه؟ في الزمن الذي يصرف فيه فعل لا فوا اكتيف، يتسمى نصرفوه في لو بريزون. بصح لو بروبليم مع اي ضمير راح نصرفوه؟ اسك راح نصرفو مع جو، مع تو، مع ايل، ال، نوفو، ولا ايل افيك اس، او بيان ال افيك اس. هنايا ما راحش تشوف لي لو سوجي، لا راح تشوف سي او دي. دائما القاعده شوف سي او دي واش من ضمير يعود ليه. هنايا لا لوسون تعود للضمير ال هكا، ماحش نديرو على حساب لو سوجي. بويسك هنايا دوك انا كي نكتب لك اتر، نكتب لك اي، هاي اللي كنكتبو اي. نتوما الملاحظه تاعي، نتوما ما تصرفوش على حساب لو سوجي تاع لا فوا اكتيف، لا تصرفوه على حساب، تستعملوا الضمير تاع لو كومبليمون تاع لو سي او دي لا فوا اكتيف هكا، باش تجيكم سواسوا. بويسك هنايا دوكا انا سي او دي جبته هو الاول، مور سي او دي راح يكون كاين لو فيرب. لو فيرب هنايا ما راحش يتصرف على حساب لو سوجي اللي راهو الاخر، راح يتحسب، راح يتصرف على حساب اللي راهو قبله.
يتسمى هنايا اللي هو قبل شكون، راهو لو سي او دي. نتوما دايما ديروها في بالكم هكا، لوكسيليير اتر يتصرف على حساب، بون تفهمنا على لو طون، لو طون ما نبقاوش نولو ليه، لو طون على حساب الزمن الذي صرف فيه في لا فوا اكتيف، بصح مع منش من ضمير راح نستعملوه، باش نستعملو جو راح نديرو على حساب لو سي او دي، بويسك لو سي او دي هو اللي راح يكون قبل لوكسيليير اتر. وموراها واش قلنا نديرو؟ قلنا نزيدو لو بارتيسيب باسي دو فيرب. لو بارتيسيب باسي تاع لو فيرب اكسبليك هو اكسبليكي، نزيدو اكسون برك، هايديك هكذا، هذه هي. مي عندي ملاحظة ليكم، عندي ملاحظة جد مهمة ليكم، كي يكون لو سي او دي، نولو لو سي او دي، لو سي او دي كي يكون فيمينان، فيمينان سينغولي، لو بارتيسيب باسي راح نزيدو لو او على لا فان. مي اذا كان لو سي او دي فيمينا بلوريال، يكون جمع مؤنث سالم كما تقولوا في العربيه، لو بارتيسيب باسي راح نزيدو لو او اس. دوكا في هذه الحاله راهو مؤنث مفرد، واش راح نزيدو له؟ حنزيدو له او برك، ماشي او اس، نزيدو غير او. مي زعما لو كان جات لي لو سون، هاي ليك لي لوسون، هنايا راح نزيدو او اس، هذا المكان. ومام هذا حيتبدل، حيولي سون هكذا، سهله يا ماهيش كامل صعيبه. نزيدو نشوفو الحاله اللي طيح بزاف للتيرمينال للباك، اللي طيح بزاف في الباك ما تكونش هكا، وكي ما طيح هكا سورتو في لو تيست هيستوريك، لو تيست هيستوريك طيح لكم حاله كيما هذه. مي زعما لو كان جات في ارغومونتاتيف ولا اكزورتاتيف طيح الحاله الاولى اللي مطارين نشوفوها. كاين وين يعطيك لو سوجي، هاي ليك لا فوا اكتيف يعطيك لو سوجي، اون بالي يزيد لك ا، هذا اوكسيليير افوار مصرف في لو بريزون هنايا، ويزيد لك بارتيسيب باسي، ويزيد لك سي او دي. هذا اللي يكون هنا، هذا اللي يكون هنا، هذا نسموه ان طون كومبوزي. لي طون كومبوزي عندنا اربعه ودرناهم من قبل في لا كونجيغيزون، لي هما لو باسي كومبوزي، لو فيتور انتيريور، لو باسي انتيريور، اي لو بلوس كو بارفي. هادو كي تلقاوهم مصرفين، تلقاوهم هنايا عرفوا بلي حنروحوا للحاله الدوزيام. الحاله الدوزيام هذه سهله ماهيش كامل صعيبه، ما فيها حتى تحويل حتى تحفيظ حتى حتى حاجه. واش ديروا؟ كيما مقبل، كيما قلنا مقبل سي او دي ترفدوه تحطوه هو الاول، سوجي ترفدوه تحطوه هو الدوزيام، ديروا قبلو بار، وكاينه قاعده تحفظوها لي دوكا. قلنا سي او دي نجيبوه هو الاول، هاوليك سي او دي راه هو الاول، لو سوجي ندوه هو الاخر، هاوليك سوجي ندوه هو الاخر، نزيدو قبلو بار. من بعد هنايا عندنا قاعده دائما طبقوها وما تخافوا من حتى حاجه. شفتوا لهذا ال اللي راهو هنايا، ال ا كي يكون هنا ارفدوه حطوه كيما راه هكا، وزيدو موراه اتي هكا، وتزيدو لو بارتيسيب باسي كيما راه ترفدوه، هذا كيما راه ارفدوه بارتيسيب باسي. ثم بارتيسيب باسي ديروا في بالكم على اساس الفعل لو فيرب، هكا هو ماهوش لو فيرب، هو بارتيسيب باسي. القاعده كالتالي دائما تبقى نفسها، سوجي ينحط هو الاخر، سي او دي يولي هو الاول، قبل لو سوجي هنزيدو بار، ومن بعد نزيدو القاعده هذه كيما راهي. لا هذا ترفدوه، اذا ما كانش ا معليش زعما نقولوا افي ولا ارفدوه كيما راه حطوه لهنا، وزيدو ايتي وزيدو بارتيسيب باسي كيما هذا، كيما راه ارفدوه حطوه لهنا. نديرو اكزومبل او يبان ليكزومبل لاباس عليه. واش قلنا نديرو؟ شوفوا نتوما كي تكونوا في الباك ولا في الفرض ولا في ليكزامان ولا اي حاجه كانت، اول حاجه شوف لي انا هذا وشنو، هذا السوجي دير كيما تاع البريمير، هذا لو سي او دي، وهذا ا اللي هضرنا عليه تسمى هذا بارتيسيب باسي، لقيتو ا ولقيتو مورا بارتيسيب باسي، يتسمى تعرفوا بلي هذه هي الحاله اللي رانا نهضروا عليها. واش نديرو؟ قلنا سي او دي نجيبوه هو الاول، هاي ليك لا لوسون، رجوا كيما راهي، لو بروفيسور هو الاخر، هاكا ونزيدو قبلها بار، ومن بعد واش نديرو؟ الا هذا كيما راه نرفدوه نحطوه، نزيدو اي تي
و بارتيسيباسي هذا كيما راه نحطوه. نفس الملاحظه تاع مقبل، نفس الملاحظه عندكم سي او دي هنايا راهو فيمينا سينغولي، تما هنايا حنزيدو هذا مكان. هذا واش عندكم سهله ماهيش كامل صعيبه. وهنايا وهنايا تاع مقبل اذا ما فهمتوهاش نعاودها لكم، باسكو حسيت بلي بون هايديك نعاود لكم المثال هذا اللي راهو هنايا، هذا اللي هو هنايا لو بروفيسور كتبوا لو بروف ديريكتومون اكسبليك لا لوسون. اللي ما فهمش يتبع معايا، اللي ما فهمش كنت نهضر مقبل تبع معايا. هذه وشنو هذه لا فوا اكتيف، كيفاش عرفت ما كاش باغ وكي كومبار تعرفوا باللي باسيف. باش نحولوها حنايا لا فوا باسيف واش نديرو سي او دي، هاوليك لو سي او دي نرفدوه نحطوه هو الاول، ديرو لا لوسون لا لوسون وي هاي ديك لا لوسون. ومن بعد واش نديرو لو بروف نرفدوه نحطوه هو الاخر هاكا، ونزيدو قبلها باغ هاكا. ومن بعد واش نزيدو لوكسيليير اتر، لوكسيليير اتر راح نصرفو في الزمن الذي صرف فيه فعل لا فوا اكتيف. هنايا الفعل تاع لا فوا اكتيف هاهو اكسبليك، اكسبليك راهو متصرف في البريزون، يتسمى نتوما اتر راح تصرفو في البريزون. مي حنا عرفنا دوكا خلاص نعرفو بلي اتر راح نصرفو في البريزون، بصح واش من ضمير؟ الضمير اللي راح تستعملوه ما تستعملوش تاع لو سوجي، دائما ديروا على حساب لو سي او دي، بويسك لو سي او دي راه نكتب هو الاول وموراه راح يكون اتر، يعني نتوما راح تصرفوا على حساب الضمير تاع لو سي او دي. لا لوسون الضمير تاعها نقدروا نعوضوها ب ال ماشي الى بويسك فيمينا، نقدروا نعوضوها ب ال. يتسمى مور اتر، اتر كي نحبو حنايا نصرفوه مع ال واش يعطينا؟ يعطينا اي او اس تي هكا. ونزيدو بارتيسيب باسي تاع الفعل، بارتيسيب باسي تاع اكسبليك هو اكسبليكي، هايليك اكسبليكي. الملاحظه اللي هدرنا عليها مقبله عندنا لا لوسون فيمينا سينغولي، ان نو فيمينا سينغولي، يعني حنايا في البارتيسيباسي راح نزيدو او. اذا كان ما كانش عندنا لا لوسون كانوا عندنا لي لوسون، هاي ليك لي لوسون، يعني بارتيسيباسي هنايا راح نزيدو له او اس. علاش؟ بويسك هذا فيمينا بلوريال جمع مؤنث سالم كما تقولون نتوما، راح تولي لنا اكسبليكي هكا كما تاع مقبل برك نزيدو لها او اس هذا مكان. وعندنا هذا راح يتبدل راح تولي سون وتبقى باغ لو بروف لو بروفيسور. يا انا برك درت اختصار باش نربح الوقت. هذا مكان سهله وبسيطه، هذا واش فيها ما عندناش حاجه كبيره اليوم. جيسبر تكونوا فهمتوا هذا الدرس. عندي ملاحظه واحده اخرى ما قلتها لكمش المره اللي فاتت في لوبجيكتيفيتي اي لا سوبجيكتيفيتي. اتون دقيقه بون، هي المعلومه اللي حبيت نقولها لكم داخله في لو رونفوا دي برونوم وداخله في لي مارك دو لوبجيكتيفيتي. عندنا قلنا من لي مارك دو لوبجيكتيفيتي عندنا لو برونوم ان، حبيتو تعرفوا في لو رونفوا دي برونوم لو برونوم ان واش يعوض. لو برونوم ان يقدر يعوض زوج حاجات، تبعوا معايا. عندنا حالتين في لو برونوم ان، هاوليك لو برونوم ان عندنا يقدر يكون في لا سوبجيكتيفيتي ويقدر يكون في لوبجيكتيفيتي. يعني يقدر يكون فيهم في زوج. نتوما اول حاجه كي تحكموا لو تيكست هيستوريك تاعكم كي في الباك، كي تحكموا لو زيكس هيستوريك تاعكم تشوفوا اسك لوتور اي اوبجيكتيف او سوبجيكتيف، هذه اول حاجه. ومن بعد اذا عطاو لكم لو برونون اون، هنايا عندنا حالتين، كي يكون لو برونون اون يكون في ان تيكست يكون فيه لوتور سوبجيكتيف، لو برونون اون رومبلاس سيلوي كي بار افيك كي فون لا ميم اكسيون. واش معنى هذه التخلطه؟
هنايا في لا سوبجيكتيفيتي او راح يعوض لي زوج حاجات، راح يعوض لوتور ويزيد يعوض لي معاه، يزيد يعوض الناس اللي تكون مع لوتور دير في لا ميم اكسيون بيسكو هو لوتور. دوكا نفهمكم فيها لوجيكمون، نتوما في لا سوبجيكتيفيتي لوتور يكون يحكي على نفسه يقول جو منا كذا ملهيه، بصح كاين وين يكون مع ناس وحد اخرين ويقول جو. باغ اكزومبل عندنا لوتور اللي مانيفيستون، هاي ليك المتظاهرين لي مانيفيستون هكذا. يعني اذا لقيتو في لو تيكست نتوما لقيتو لو برونون ان وكي يكون لوتور سوبجيكتيف، ولقيتو لي مانيفيستون في لو تيكست ولا لي ماكي لي اكسيتيرا، لقيتو مجموعه تاع ناس داخل النص، لو برونون اون في هذه الحاله راح يعوض لكم لوتور ويعوض لكم لي مانيفيستون في زوج. دكا تما لوتور مع الناس، مع المجموعه تاع الناس اللي راهي دير نفس لاكسيون اللي راهو يدير فيها لوتور. مي اذا كانت في لوبجيكتيفيتي، اذا كان لوتور اوبجيكتيف، هنا ما راحش تعوض لوتور، الاون ما راحش يعود على لوتور، الاون راح يعود على الناس، على مجموعه من الناس في لو تيكست. زعما لقيتو في لو تيكست هكا فجاه لقيتو في لو تيكست لي مانيفيستون، لقيتو غير لي مانيفيستون، هنا راح تقولوا لو برونون اون راهو يعوض في لي مانيفيستون. هذا ما كان نعاودها لكم باش اللي ما فهمهاش، كي يكون ملخص صغير، كي يكون كي تلقاو نتوما لو برونون اون يقول لك علي من يعود، يسطرها لك في لو تيكست يقول لك لو برونون اون هذا علي من يعود. واش دير انت؟ اول حاجه ديرها تشوف اس كلوتور اي اوبجيكتيف او سوبجيكتيف، هذه اول حاجه. كي تعرف بلي لوتور راه سوبجيكتيف، هنا تعرف بلي لو برونو اون اي رومبلاسي لوتور والجماعه لو جروب لي راهو في لو تيكست. زعما لقيتو لي مانيفيستون لي سولدا لي سونسي تلقاو مجموعه هكا الناس، مجموعه من الناس، ويقدر يكون واحد ده لي سونسي نتوما تلقاو ديروا لوتور وديروا الانسان اللي راهو يحكي عليه لوتور في لو تيكست. وما اذا لقيتو بلي لوتور راه اوبجيكتيف، هنايا اون راح تعوض مجموعه، هذه الخطره مجموعه برك ما يكونش واحد، مجموعه من الناس تلقاهم في لو تيكست، سواء كان لي مانيفيستون لي سولدا لي لا بوليس لي با حاجه، لي سونس يكونوا مجموعه ان جروب ولا مجموعه من الناس يكونوا صحابو تحطوهم كامل تصدفوهم بالواحد. لي سونسيال هذه الملاحظه ركزوا لي عليها وطيح طيح، انا نقول لكم طيح. وعندكم حاجه واحده اخرى ما حكيت لكمش عليها نسيتها، انه ليستوريان، هاي ديك السنة بون هاوليك لو تيب دو لوتور ليستوريان. هنايا ليستوريان توجور توجور اي اوبجيكتيف. نتوما كي تعرفوا بلي زعما عرفتوا بلي هذا لوتور لو تيب تاعو هيستوريان، ديريكتومون راح تعرفوا بلي ما كاش لي مارك لا سوبجيكتيفيتي دون لو تيكست، تعرفوا بلي لوتور اي اوبجيكتيف. علاش؟ بويسك ليستوريان اي اوبجيكتيف، لو تيموان توجور سوبجيكتيف. يبقاو هذوك الزوج ليكريفان اي لو اي لو جورناليست على حساب كل خطره كيفاش، سما ما تقدروش ديروها 100% لازم يكون objectif ou la 100% compte subjectif. L'essentiel je fais au lit. L'historien toujours objectif. Le témoin toujours subjectif. Hada makan. Bon, hada wach nqdar nqri kom lyoma. La prochaine fois inchallah ndirou les temps de récit ou idak fana le waqt ndirou le discours direct et indirect. Ou ba'da nkemlou dros kamel baqi nrouhou hala darba wahda fi video wahed. بيسك ديسكور ديريكت ان ديريكت يدي لي وقت. دونك هذا ما كان، جيسبر تكونوا فهمتوا. نخلي لكم الانستغرام تاعي هنايا اللي عنده دي كاستيون، ولا نتلاقاو في الفيديو الجايين باذن الله.